من حيث أنت في قابع في سويسرا، خلينا في اللي بيجري في مصر تحديدا، مش في الساحة العربية، ما يسمى بالربيع العربي، بيشوفوه انتفاضة، بيشوفوه ثورة، بيشوفوه ايه؟ وانت بتشوفه ايه وانت هناك؟ هو السمة العامة اهتمام شديد، اهتمام شديد من كل الدوائر العربية، الأجهزة ولا الناس ولا الأجهزة والناس، اه خاصة بالنسبة لمصر. ايه موضع اهتمامهم تحديدا مما يجري في مصر خاصة؟ هو من حكم سابق ان النظام بتاع مبارك ده نظام فاسد، وهم كانوا عارفين وشجعوه، فبينظروا للحدث ده انه حدث كبير مخيب لامال الغرب، مخيب لامال الغرب. هي كانت اماله ايه بقى؟ اماله ان يستمر هذا الحكم الفاسد؟ اه طبعا. طبعا.